قبيل الانتخابات التشريعية في بريطانيا وخلال مناظرة تلفزيونية جمعت 7 زعماء سياسيين، تبادل قادة الأحزاب الانتقادات خلال المناظرة التي أثيرت خلالها مسائل تعلقت بإدارة العجز العام والنظام الصحي والهجرة ومستقبل الشباب. زعيم المحافظين ديفيد كاميرون اتهم العماليين وحكومتهم السابقة قبل 2010 بزيادة الضرائب وكذلك النفقات العالية والمدمرة للاقتصاد على حد قوله، في وقت تنتقد حكومة المحافظين الحالية بتعميق الهوى بين البريطانيين بسبب سياساتها التقشفية، كما يقول إيد ميليباند زعيم حزب العمال البريطاني منتقدا خصمه بعدم التحرك إزاء الجنات الضريبية وأموال المضاربة. من جانبه يرى حزب يوكيب المتطرف بزعامة نانجيل فاراج أن عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي تجعلها عاجزة عن مراقبة حدودها وعن إيقاف أعداد كبيرة من المهاجرين من دول أوروبية أخرى. ويقول فاراج إن معدل نسبة المهاجرين إلى بريطانيا كانت في حدود 30,000 شخص إثر الحرب العالمية الثانية، أما اليوم فهي 10 أضعاف ذلك. كذلك اتهم نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم الليبراليين الديمقراطيين نيك ليغ حليفه المحافظ بمواصلة تقليص الموازنة من باب المزاج وليست ضرورة على حد قوله. وقال كليغ: أتذكر عندما أراد حزبكم تقليص النفقات الخاصة بالمدارس مع بداية البرلمان السابق، رفضنا الأمر لأن ذلك لا يخلق مجتمعا عادلا عندما تقلص التمويلات الخاصة برياض الأطفال والمدارس والمعاهد. وبحسب آخر استطلاعات الرأي فإن التنافس سيكون على أشده بين المحافظين والعماليين.